أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم اليوم في حلقة جميلة من برنامجكم بيت المصريين. طبعا أنا سعيدة جدا أن أنا موجودة معكم النهاردة. البرنامج بإذن الله هيكون على الهواء مباشرة لمدة 50 دقيقة. برنامج بين الناس، برنامج بيناقش القضايا الهامة اللي مطروحة على الأسرة المصرية، برنامج بيناقش الملفات الشائكة اللي بتهم كل بيت مصري، خاصة احنا في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الحالية لا يمكن أن نغفل عن الأزمة الحالية، وهي أزمة فيروس كورونا. ولكن احنا هناخد الأزمة دي وهنناقشها بشكل مختلف. بشكل مختلف ازاي؟ عايزين نحط نقاط ازاي نوعي المواطن المصري، ازاي نقدر ان احنا نتغلب على الأزمة الحالية عن طريق ان احنا نقلل الضغط النفسي شوية. طيب احنا ناخد كل سؤال على حدة. في البداية انا بتقدم بالشكر للدولة المصرية والحكومة المصرية على كل الجهود المبذولة للشعب المصري للتصدي والمواجهة فيروس كورونا. الدولة المصرية منذ بداية الفيروس وهي استطاعت أن تحتوي الأزمة، وخاصة خلال الفترة الأخيرة كل اللي ساعد مصر أنها تقف على رجليها. ست سنوات الماضية الإصلاحات اللي تمت في ملف الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر أنها تقف على رجليها وتتصدى لفيروس كورونا. الحمد لله احنا لقينا كل الوزارات مجتمعة، وكل الوزارات كل بيعمل دور الواجب عليه. وزارة الصحة، وزارة التخطيط، كل الأماكن، وزارة طبعا التجارة والصناعة والتعاون الدولي. أنا ما أقدرش أنكر يعني كل الجهود اللي قامت بيها تجاه توفير الأدوات المطلوبة، وعملت أكتر من اجتماع مع الغرف التجارية ومع رجال الصناعة ورجال الاقتصاد لتوفير الكمامات، للاستعداد لاستقبال الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه. وبتقدم أيضا بالشكر لرجال القوات المسلحة المصرية ولرجال الحرب الإلكترونية اللي قاموا بتطهير وتعقيم كل المنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة في جمهورية مصر العربية. وبدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يتقبل الشهداء ويرحمهم برحمته الواسعة من رجال القوات المسلحة المصرية اللي راحوا ضحايا هذا المرض. كما أتقدم بالشكر لكل الرجال اللي موجودين على الحدود بيحمونا في الوقت الحالي. وعايز أقول لكم حاجة مهمة جدا للشعب المصري، مش معنى أن في ابتلاء أو في وباء فيروس كورونا أن في ملفات مهمة أن احنا هاملينها، لأ. في الوقت الحالي على التوازي، احنا بنواجه الفيروس زي كل دول العالم، والحمد لله مصر معدل الإصابة أقل معدل، لكن في نفس الوقت مصر مش ناسية دورها في ملف سد النهضة. ملف سد النهضة الأثيوبي إنها تقف بكل حزم وبكل قوة، سواء القوة الناعمة أو القوة الدبلوماسية والسياسية، للتصدي لهذا العدوان. بنشكر القيادة السياسية الحكيمة اللي عارفة مصلحة المصريين فين. الدولة قائمة بدورها أيضا، لأن خلال هذه الفترة في اعتداء على الأراضي الزراعية، مساحات كبيرة جدا من الأراضي الزراعية تم الاعتداء عليها، ولكن برضو الدولة الحمد لله قدرت أنها ترجع كل الأراضي الزراعية اللي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق وبدون ترخيص خلال الفترة الحالية. في بعض الشخصيات استغلت، قالت أن الدولة مشغولة وقامت بالاعتداء على نهر النيل على مساحات، والحمد لله بفضل الله تم يعني هدم كل المباني الغير مرخصة واللي تم الاعتداء على الأرض المصرية وتم رجوعها الحمد لله. دي نقطة أنا أحب أن أنا أتكلم فيها. تاني نقطة برضو بحب أتكلم فيها وعي المواطن المصري. يا جماعة احنا طبعا مش قادرين ننكر أن احنا دلوقتي في ابتلاء، وربنا سبحانه وتعالى قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يبقى نعمل ايه اول ما الابتلاء بينزل؟ حاجتين، اول حاجة الرضا، تاني حاجة على طول الدعاء. لازم ندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يرفع غضبه ومقته عنا، لان الدعاء هو السحر الحلال. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ادعوني استجب لكم. على طول، ما فيش وسيط، ما فيش، انت اللي بتحدد الوقت اللي هتدعي فيه ربنا، وانت اللي هتحدد المدة، وانت اللي هتحدد المكان.
انت بتقول اول ما بتقول يا رب يقول لك لبيك عبدي، وكل واحد فينا عنده اللي خايف عليه، الام خايفه على اولادها، البنت او الابن خايف على ابوه وامه، كل واحده خايفه على حياتها وعلى بيتها وعلى اقرب الناس ليها. يبقى احنا نعمل ايه؟ مش معنى ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نتواكل، لا، في فرق ما بين التواكل والتوكل. احنا ناخد بالاسباب وبعد كده نتوكل على الله سبحانه وتعالى. ناخد بالاسباب ازاي؟ المواطن لازم يبقى عنده وعي، لازم يقرا كتير جدا عن الفيروس الجديد ده، لازم يقرا يشوف الاجراءات المفروض ان هو يتبع، يعني يتبعها. النظافه الشخصيه لازم تكون موجودة، غير النظافة الشخصية التعقيم، التعقيم على طول، حتى هم قالوا كتير جدا في وسائل التواصل الاجتماعي وقالوا كتير جدا في وسائل الإعلام إزاي إن أنت تقدري تعملي محلول في البيت وتعقمي، اللي هي نسبة كلور ونسبة مية ونسبة ملح، لكن ما ينفعش إنك تعملي كمية كبيرة والكمية دي تقعد أكتر من كذا يوم، لأنها بيبقى ليها فترة مثلا عدد من الساعات وبعد كده بينتهي مفعولها. لكن أنا أعمل على قدي، ممكن اعمل يعني اعمل كميه على قدي على قد تعقيم المنزل، وكل ما احتاج اي اعمل تاني برضو كميه معينه من التعقيم واعقم تاني. لازم ولادي الصغيرين اعلمهم ازاي ان هم يهتموا بنظافتهم الشخصيه وان هم يعقموا نفسهم. الطفل ما بيتعلمش بالتلقين، الطفل بيتعلم بالممارسه قدامه، لازم يشوفني انا بعمل ايه ويعمل زيي. يعني ما ينفعش اقول له صلي وانا ما بصليش، لازم يشوفني انا بصلي علشان يصلي. طيب انا دلوقتي الطفل، انا بلاقي امهات كتير جدا حاطه في شنطه الولد كحول بس وسايباه، هو ده التعقيم؟ مش هو ده التعقيم. انت تعرفي ان الكحول لما بتحطيه على ايدك مباشره انه بيقتل البكتيريا النافعه والضاره في نفس الوقت؟ يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى احنا نغسل ايدينا كل نصف ساعه بالميه والصابون. وطبعا في طريقه معينه لغسل اليدين لانها اكتر حاجه بتنقل الميكروبات، وغسل اليدين اعلمها كمان لاطفالي. انا هقولها لكم كده بطريقه سريعه. طبعا انت بتغسلي ايديكي بالصابونه كده كده كده، وبعدين معلش سامحوني علشان الناس اللي مش عارفين، بتاخدي كل حاجه في ايديكي وبتغسلي بيها وبتعقميها كويس جدا بالصابون. طيب في حاجه تاني عايزه اقول لك عليها، الجلافس، لان في طبيب امراض صدر يعني وصاني وصيه. يا جماعه الكمامه دي شيء لا غنى عنه، تمام، لكن الجلافس ده بيقول الجوانتي بينقل الميكروبات والامراض. ليه؟ انت لابسه طول الوقت بره، بتحطي ايدك على كل حاجه مديه الامان، في لحظه من اللحظات مش واخده بالك حطيتي ايدك على شعرك، حطيتي ايدك على بشرتك، نقلتي كل ميكروبات لا تتخيليها ليكي لنفسك ولاسرتك. فيستحسن ان انا استغنى عن الجوانتي بغسيل الايدين كل ما الوقت يسمح ان انا اغسل ايديا اغسل ايديا. دي نقطة مهمة جدا، لازم اعلم ولادي النظافة، لازم اعلمهم ازاي يغسلوا ايديهم، لازم لو في خروج هتخرجي او حاجة كل الاحذية بلاش تدخل المسكن او باب الشقة، تبقى موجودة بره في الخارج. طبعا احنا قلنا التعقيم، ازاي هتعقمي الدنيا عندك، ازاي طبعا هتحاولي انك تعملي تهوية مباشرة. ويا ريت يا جماعة لو مفيش يعني ضرورة ملحة ان انت تنزلي، مش لازم تنزلي، يعني خليكي في البيت انت وولادك على يعني اكتر وقت ممكن، اذا انزلي بس للضرورة. يعني في ناس بتشتغل في مجال الميديا ومجال الاعلام ومجالات تانية كتيرة يعني مضطرة انها تنزل، انا يعني انزلي بس خدي احتياطاتك، لكن ما تنزليش عشان تتمشي، ما تنزليش عشان تتفسحي، ما تعمليش زيارات عائلية ملهاش لازمة دلوقتي. يعني احنا ممكن تتأجل، ممكن تبقى بالتليفون. ليه؟ لان ممكن انت بقدر الله تنقلي حاجة لنفسك، تنقلي حاجة لأقرب الناس ليكي. طب ليه احنا يعني نحرص الفترة دي؟ احنا لازم ايه نحرص. طيب يا جماعة احنا عايزين، احنا اتكلمنا عن وعي المواطن، في حاجة تانية عايزين نتكلم فيها، ازاي ارفع مناعتي. اهم حاجة في الفترة الحالية علشان خاطر احافظ على نفسي من الفيروس لازم المناعة تبقى قوية. طب انا هقوي مناعتي ازاي؟ في منتجات بسيطة جدا موجودة في كل بيت مصري، مش هقول لك هاتي فيتامينات غالية جدا ومتنوعة لان اغلب الفيتامينات اتسحبت من الصيدليات. طيب ازاي انا هقوي مناعتي بمنتجات، انا بقول لكم حاجات طبيه وحاجات صحيه، اقوي مناعتي ازاي؟ الثوم في مضادات الاكسده ومضادات الفيروسات ومضادات للبكتيريا وبيساعد على تجديد خلايا الجسم. طب انا اخده ازاي؟
7 فصوص ثوم في اليوم، تقسميهم على الوجبات، فطار غدا عشاء، ما تاخديهمش على معده فاضيه، تاخديهم بعد الغدا. طيب هتاخديهم ازاي؟ تاخديه الفص زي ما هو؟ لا، لازم لا اما بتهرسيه لا اما بتقطعيه على علبه زبادي، المهم بتاخديه باي شكل يعني تقدري تتقبليه، مش حضرتك وبس، ده حضرتك وكل افراد اسرتك. طب اقوي مناعتي بايه تاني؟ البصل. البصل بين الاشياء المفيده جدا للجسم وموجوده في كل بيت مصري. اقوي مناعتي بايه تاني؟ فيتامين سي. موجود فين؟ عندك في الليمون، عندك في البرتقال، عندك في الجريب فروت، عندك في الفلفل، سواء الفلفل الالوان، الفلفل الاخضر، عندك كل المنتجات الورقيه، الكابوتشا، بروكلي، كل الحاجات دي فيها فيتامين سي. الليمون طبعا لا غنى عنه. كل الحاجات دي هتقوي مناعتي ومطلوبه جدا في الفتره الحاليه. اقوي مناعتي بايه تاني؟ احنا قلنا الثوم، البصل، طبعا فيتامين سي اللي هو عصير الليمون، الشاي الاخضر. الشاي الاخضر مفيد جدا في تقويه المناعه. ايه تاني؟ القهوه الخضراء، البروكلي، الفواكه بكل اشكالها، فيتامين ديل. فيتامين ديل يا جماعه مهم جدا لتقويه الانسان وزياده مناعته. طب انا هحصل على فيتامين ديل منين؟ من الشمس. حضرتك لو قعدتي في اليوم نصف ساعه في الشمس، بس انهي شمس بقى؟ مش تاخديش في وقت العصر كده وتقومي قاعده في الشمس عشان ما يجيلكيش ضربه شمس، لا، يعني شوفي قبل العصر او بعد العصر. حضرتك بتقعدي في البلكونه او في اي مكان، طبعا عشان احنا مش عايزين ننزل، فيا ريت يكون من الشرفه عندك، وانت واطفالك بتتعرضوا للشمس. نصف ساعه تعرض للشمس في اليوم ده يكفيكي فيتامين د. تمام. فيتامين د موجود برضو في بعض المنتجات، موجود في اللحوم، موجود في الاسماك، خاصه اسماك التونه والاسماك الزيتيه، فيها عدد كبير جدا من الفيتامينات وعدد كبير جدا من العناصر الهامه والزنك اللي بيحتاجها جسم الانسان، واوميجا 3 علشان بتساعد على تجديد الذاكره، ده بيخلي الانسان بعد فتره طويله ما يجيلهوش دهايمر. طيب اعمل ايه تاني غير فيتامين د اللي انا هاخده من الشمس واللي انا هاخده من المواد الغذائيه؟ وطبعا الزبادي واللبن والبيض والمكسرات والفول السوداني، كل الحاجات دي مهمه جدا في الفتره الحاليه. طيب هل بس اعتمد على المواد الغذائيه اللي هتقوي مناعتي؟ لا طبعا، في حاجات تانيه كتير مهمه جدا غير المواد الغذائيه ان انا اقوي بيها مناعتي. لازم يكون نفسيتي حلوه، لازم ابعد تماما عن التوتر او ان انا اكون ستريس او مضغوطه او كده. طب هتقولوا لي ازاي في الفتره الحاليه والانسان غصب عنه متوتر بسبب الاخبار اللي بيسمعها وبسبب الحاله العامه اللي موجوده؟ ارجع اقول لحضرتك ولحضرتك، انت ممكن تبقى هادي جدا، وممكن ان انت تستغنى عن التوتر ده كله، ان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى. كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اهدى كده علشان محدش هياخد غير نصيبه. لما تتوتر مناعتك هتضعف، ولو مناعتك ضعفت بعد الشر لو اي حاجه هجمتك الجسم مش هيقدر يتحمل، لكن طول ما ايمانك قوي ومناعتك قويه هتقدر تحارب اي حاجه بعد الشر. لو اي حد فينا تعرض لاي فيروس او كده، مجرد كانه دور برد عادي جدا، بيعزل نفسه في البيت 14 يوم والموضوع هينتهي كان لم يكن. تمام. يبقى احنا نقوي مناعتنا، نمنع التوتر المرضي. في للاسف توتر مرضي، ليه انا اتوتر يعني واخلي نفسي مضغوطه واخلي نفسي ستريس؟ لازم اعرف ان الفتره الحاليه دي فتره مؤقته، يعني فتره مش هتستمر ان شاء الله باذن الله، ربنا هيرفع غضبه وابتلاءه عننا، سواء كان الفيروس كورونا ده هو ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى قضاء وقدر، او كان فيروس مخلق او مصنع، لان في بعض تصريحات كتيره جدا قالت لنا ان الفيروس ده تم تصنيعه من قبل الدول الكبرى في بعض المعامل بهدف ضرب اقتصاد دول بعينها. طيب اللي بيعمل الفيروس ده اذا كان فيروس مخلق بيعمل معاه اللقاح في نفس الوقت، يعني يعمل لك المرض والعلاج، ايه اللي مؤخر ظهور اللقاح؟ اللي مأخر ظهوره انهم عايزين يبيعوه بأغلى الأسمان، زي ما حصل قبل كده في انفلونزا الخنازير، وكان العلاج بعد كده ظهر وكان بيتباع، افتكر انه كان بألف جنيه يعني. فممكن برضو اذا كان فيروس مخلق فعلا، اذا كان التصريحات اللي اتقالت دي حقيقية، وممكن يكون ابتلاء وقضاء وقدر من عند الله، لكن على كل الأحوال ده أمر واقع،
امر واقع احنا بنتعامل معاه. يبقى لازم احافظ على نفسي، احافظ على اقرب الناس ليا، اهتم بنظافتي الشخصيه، احافظ على هدوئي، مدام انا عملت اللي عليا وتوكلت على ربنا سبحانه وتعالى وخدت كل الاجراءات الاحترازيه من النظافه الشخصيه ومن الهدوء ومن الدعاء، خلاص اسيب بقى الامر لله، ده الامر من قبل ومن بعد، وباذن الله ربنا هينجينا كلنا من هذا الفيروس قريبا جدا. طيب في حاجه تانية انا عايزه برضو اتقدم بالشكر بصفتي صحفيه لنقيب الصحفيين دكتور ضياء رشوان، لانه بصراحه استجاب لمطالب الصحفيين خلال الفتره الاخيره، ان طلبوا بمستشفى عزل، طلبوا بمكتب الرعايه الصحيه في نقابه الصحفيين انه يتخذ بعض الاجراءات لحمايه الصحفيين واسرهم من الفيروس. بالفعل الحمد لله نقيب الصحفيين ومجلس النقابه قدم كل المجهود وكل دوره على اكمل وجه، أرقام تلفونات أكتر من رقم، من ضمنهم رقم نقيب الصحفيين نفسه وأعضاء المجلس، حوالي 5 أو 6 أرقام للتواصل معهم في حالة اشتباه أي فرد من الأسرة الصحفية هو أو أسرته. سهلوا جدا الموضوع، لو في تحليلات معينة المفروض أن الصحفي يعملها ممكن يبعتوا له كمان البيت متخصص ياخد منه العينة، مش شرط أنه يروح لمقر النقابة ياخد جواب يتوجه لأي مركز تحليل، لا مش شرط. حاجة تانية كمان عملوها كويسة جدا، إذا الصحفي لا قدر الله ظهرت عليه الأعراض وبلغ، إن هم متواصلين مع عدد من الدكاترة في مستشفى القصر العيني بينقلوا له الحالة مباشرة، إذا الطبيب أقر إن دي حالة فيروس كورونا أو طالب بمسحة على طول الجواب بيطلع من النقابة ومخطوب التوجه للقصر العيني لعمل المسحة المطلوبة، وإذا كان الحالة مش مفيهاش داعي يعني لمسحه او للكلام ده كله بيحددوا له الادويه المطلوبه وبتوصل له لحد البيت علشان خاطر ما يتعرضش للخروج كتير او الاحتكاك باي حد. وفي حاجه كمان يا جماعه عايز اقول لكم عليها، الامانه، اي حد تظهر عليه الاعراض ما يستهترش وينزل ويمشي في الشارع ويختلط بكل الناس ويقول لا، حرام، اوعى تعدي حد. اذا ظهرت عليك الاعراض اقعد في بيتك واعزل نفسك، اعزل نفسك مدة الحجر 14 يوم، افتح مصحفك كده وادعي ربنا واتصل بالصيدلية وخد الأدوية المطلوبة وشوف انت هتقدر تعمل ايه، شوف هتقدر ان انت تعمل المسحة فين، تعمل تحاليلك فين، لكن اوعى تنزل. اذا اضطريت ان انت تنزل لازم تبقى واخد احتياطاتك، لازم انك حاطط الكمامة، لازم ان انت تكون واخد احتياطاتك كلها، ان انت ما تأذيش اي حد. دي حاجة أنا كنت عايزة أتكلم فيها طبعا، يعني كل الشكر للدولة المصرية على الحاجات الكتيرة اللي بتقدمها، وطبعا احنا عارفين ان في عمالة غير منتظمة في الفترة الحالية موجودة وما لهمش راتب شهري، العمالة الغير منتظمة دي الدولة ما نسيتهمش، الدولة عملت لهم مرتب حتى لو كان مرتب بسيط، بس هم عددهم كبير ما شاء الله، فالحمد لله بياخدوه عن طريق الفيزا او عن طريق اقرب مركز بريد بياخدوه، او وزاره التضامن الاجتماعي بياخدوا اللي هو ال 500 جنيه اللي الدوله اقرتهم للعماله الغير منتظمه الى حين اشعار اخر. في حاجه تانية كمان احب اتكلم فيها، الدوله يعني حاولت انها تساعد فيها في حمله خلينا سند لبعض. انا بشكر كل رجال الاعمال الوطنيين المخلصين اللي دعموا الحمله دي بالتعاون مع وزارة الهجرة. يا جماعة الوقت اللي احنا فيه ده هو وقت التكاتف والتراحم والترابط، في وقت ايه تاني غير كده ان احنا نبقى ايد واحدة وان احنا نرتبط ببعض وان احنا نساعد بعض. اي حد في ايده انه يساعد غيره ما يترددش ولو ثانية واحدة، لازم طبعا يساعد غيره سواء كان بمبلغ مالي، بتقديم المساعدة ببعض الأدوية، ببعض المواد الغذائية، بإيجاد فرص عمل. لازم ان احنا يعني نحاول نخفف على بعض الفترة الحالية وألام الفترة الحالية. وطبعا انا عايزة اقول لكم ان الأقربون اولى بالمعروف، يعني ما يبقاش رجل اعمال او كده ويروح يتبرع للناس عشان يقولوا ده رجل خير وده وده ويسيب أقرب الناس ليه، لا طبعا لازم إن هو يراعي الأقرب فالأقرب فالأقرب، والمجتمع ليه حق عليه. وفي الفترة الأخيرة الحمد لله رجال أعمال وطنيين فعلا أظهروا إخلاصهم للدولة المصرية. أنا طبعا حابة إن أنا أتكلم معاكم في الفترة الحالية إزاي إن أنا أقدر أتغلب على الأزمة أو أتغلب على طبيعة الحياة. الوقت اختلفت، كنا الأول بنخرج دلوقتي مش بنخرج،
كنا الأول في تقارب وفي تواصل بيني وبين الأصدقاء، تواصل مباشرة، لكن دلوقتي أصبح إن إحنا مضطرين إن إحنا نقعد في البيت. طب أنا أعمل إيه عشان أبقى سعيدة؟ يعني إزاي أستغل وقت البيت ده إن أنا أحقق حاجة، إن أنا أنجز حاجة، وخاصة كمان إن مواعيد الحظر من الساعة 8 للساعة 5 صباحا. فرب الأسرة مضطر إن حضرتك الساعة 8 أنت متواجد في البيت، مش هتنزل بعد الساعة 8. طيب إحنا محتاجين نعمل إيه؟ محتاجين إن إحنا نبقى لطاف مع بعض، إن إحنا نبقى رحماء مع بعض، إن مش معقولة يبقى في توتر وقلق وخوف، وإن أنا كمان أتنشن في البيت مع زوجي أو مع أولادي، أو بالعكس الأب يبقى قاسي أو متسلط أو شادد البيت زي ما بيقولوا. لا، الوقت ده وقت بقى الرحمة، وقت الحب، وقت اللين، وقت العطف، وقت إن أنا أقعد مع أسرتي اللي أنا ما كنتش عارف أقعد معاها الفترة اللي فاتت بسبب الجري على لقمة العيش. أخد ولادي في حضني، أشبع منهم، أقعد أتكلم معاهم، أقعد أتكلم مع زوجتي، أفهمها. طبعا الفترة الأخيرة كان في أزواج كتير جدا بتشتكي إن الزوج أغلب الوقت بره، وحتى وهو موجود في البيت أنت موجود ومش موجود، أنت موجود جسد لكن روح لأ. طب ليه يا جماعة؟ إحنا نستغل الفترة الحالية إن إحنا نقرب مع بعض، نرجع الذكريات الجميلة اللي قبل كده. أنا بقول لكل زوجة، حاولي إن أنت تجددي نفسك، لأن الإنسان بطبيعته بيمل. خليكي زوجة جميلة ومتفتحة ومتجددة ومثقفة. النظافة طبعا، نظافة البيت ده شيء أساسي وشيء مهم جدا. الزوج لما يلاقي البيت نظيف نفسيا بيستريح. حاولي ان البيت يكون نظيف، اولادك، انت شخصيه، نظافتك الشخصيه، يعني الهيئه بتاعتك كلها، ان انت مهتميه بنفسك. يعني لما يشوفك كده، يعني زي ما بيقولوا اذا نظر اليها سرته، يعني املي عينيه علشان خاطر ايه ما يروحش بعد كده يبص بره، والزوجات بعد كده بترجع تشتكي ده عمل وعمل وعمل. ولو رجعت لنفسها هتلاقي ان هي كانت مهمله في حاجات كتير كتير كتير، وبتفوق للاسف بعد فوات الاوان. طيب نخلي بيتنا بقى طبعا لطيف وجميل ونظيف وريحته حلوه، ونحاول نقرب من بعض. طب انت عندك وقت هتعملي ايه فيه؟ ممكن كل الكتب اللي كان نفسي اقراها وما كانش عندي وقت ان انا اقراها اقعد اقراها. ممكن صله الرحم، القرايب اللي ما كنتش عارفه اتواصل معاهم ومش عارفه اتكلم معاهم، انا ممكن ارفع عليهم سماعه التليفون واسال عليهم واحد واحد. ممكن افتح كتاب الله سبحانه وتعالى وكل يوم احفظ ايه، عندي وقت احفظ صفحه. شوفي بقى حضرتك هتحفظي قد ايه، يا ريت تختمي المصحف ما شاء الله، شوفي الثواب اللي هتاخديه. ممكن انا عندي هوايه معينه، ممكن انمي الهوايه دي، ادخل على النت واخد كورسات اونلاين في اي حاجه انا بحبها، اي حاجه عايزه انمي مهاراتي فيها. استغل الفتره الحاليه ان انا انمي مهاراتي، علشان بعد كده لما انزل بقى لسوق العمل او اي حاجه انا حابه ان انا اكون موجوده فيها اكون مؤهله ومهيئه، مش لسه بقى هقعد ادرب نفسي. شوفي انت بتحبي ايه دلوقتي وعندك وقت انك تعمليه تعمليه. الناس اللي هي ما شاء الله، انا بشوف ستات ناجحه وعندها مشروعات وسنهم صغير جدا وعاملين مشروعات صغيره ومتوسطه. يعني كان لسه حتى الحلقه اللي قبل الحلقه دي كان في يعني نموذج جميل جدا لامراه بتعرف ترسم كويس جدا، بتصمم اساس، الاساس الخارجي اللي بيتحط في الجاردن او اساس التزيين، وبترسمه وبتوديه لورش معينه بتصممه وبتبيعه، والمشروع كبر معاها وبتصدر دلوقتي لعدد كبير من الدول العربيه. فرحت جدا بيها، قلت لها انت عندك كام سنه؟ قالت لي عندي 29 سنه. فما شاء الله، ليه يا جماعه احنا ما نبقاش كده؟ ليه كل ست حاطه ايديها على خدها ومستنيه الفرصه تجيلها؟ ما تخلقي الفرصه. وبعدين انا حابه اقول لك برده، ما تخليش كل حياتك وكل كيانك متلخص في زوج او في بيت او ابنائه بس، لان ولادك دول مش ملكك. اي نعم دول ابنائك وكل شيء، لكن بعد كده يكون ليهم حياتهم، حتى الزوج نفسه محدش بيملك حد. خلي ليكي حياتك، علشان لو لا قدر الله حصل اي دروب في اي وقت تبقى انت عندك حياه بديله، مستعده ان انت تشتغلي، ان انت تكسبي، ان انت ما تتذليش، ان انت ما تبقيش تحت رحمه حد، ان انت مش مضطره او مش مجبره انك تعيشي حياه مش عايزه تعيشيها وعايشه فيها علشان مجبره وعشان لقمه العيش. تفاصيل يا جماعه ونرجع لكم تاني.
اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم بين الناس. انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده ومعانا مداخله تليفونيه. الو اي فندم، استاذن بس حضرتك انك توطي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون. الو اي فندم، سياده العميد، دكتوره نجوى، اخبار حضرتك ايه؟ كل عام وانت بخير والاسره الكريمه. وبيكي وبالعاملين في قناه الصحه والجمال وبالساده المشاهدين، انا سعيده جدا ان انا بسمع صوت حضرتك النهارده وانك منورنا في قناه الصحه والجمال. يعني بدايه انا بقدم لك كل التحيه وكل الترحاب، وكل عام وحضرتك بخير وكل رجال القوات المسلحه بكل خير. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. كنت عايزة أسأل حضرتك، كان لحضرتك مبادرة خاصة بالسلام والتحية، ممكن حضرتك تكلمني عنها؟ لا أنا يا حاضر، أنا يا حاضر. اتفضل. بالنسبة لل يعني من خلال بداية يعني من خلال منبركم العريض قناة الصحة والجمال، بتوجه بالشكر والعرفان لله سبحانه وتعالى على ما حظنا به من اللطف في الازمه الحاليه اللي هي ازمه الفيروس كورونا. وبتوجه بالشكر ايضا والعرفان كمواطن مصري وكعميد سابق في القوات المسلحه، وده شرف ليا يعني، الى القياده السياسيه ممثله في رئيسنا المفدى عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدوله، وخصوصا ممثله في معالي دوله السيد المهندس رئيس الوزراء ووزاره الصحه في القراءه الجيده للمشهد الوبائي العالمي. ومن ثم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه على مستوى الدوله بالامكانيات المتاحه لمكافحه الفيروس طبيا والحد من نشاطه وقائيا. وطبعا لا ننسى الجنود المجهولين وراء هذا الجهد الممثلة في الاطباء وهيئه التمريض، ولهم كل الشكر مني كمواطن مصري ومن كل المصريين. ولو امكن لكل فرد في الدوله ان يشكرهم ويضع قبلة على رؤوسهم ما تأخر قرض واحد. تمام. أما بالخص بالذكر بقى القوات المسلحة. تمام. ممثلة طبعا في إدارة الحرب الكيميائية اللي قامت بدور فعال عمليا وفعليا في تطهير منشآت الدولة الحيوية، والذي ساهم بشكل كبير في الحد من الإصابات بالفيروس، وما زالت تقوم بدورها البطولي الذي سيسطر بأحرف من ذهب. كذلك بتقدم بالشكر لوزارة الخارجية ممثلة في أبنائها الجواسل الذين وصلوا الليل بالنهار في حفظ الأمن وتطبيق إجراءات الحرب. أحسنت. واسمح لي يا دكتورة نجوى أن أتقدم بمبادرة. أيوه. لأسلوب وطريقة السلام الجديدة لتكون أيقونة لنا كشعب عريق تاريخ، وهي السلام عند المواجهة. تمام، اتفضل. طبعاً بنعرف إن دول كثيرة بتلقي السلام فيما بينها بدون مطاق، خاصة دول شرق آسيا، وهي عبارة عن إناءة بسيطة مع ضم اليدين للصدر. وبنركز أيضا في دول أوروبا بالمشاورة باليد عن بعد مع عبارة حاج. تمام. إلى آخر. ولو يعني نظرنا لوجدنا السلام المصري القديم مسجل ومرسوم وموثق على المعابد والمسجلات الفرعونية. تمام. وهو عبارة عن ضم اليد اليمنى لجهة الصدر. أهو. مع الخبط مرتين كأنك تقول لمن يراك يعني. اه انت في قلبي. كأنك تقول لمن يراك او تقابليه. اه تحية يعني انت في قلبي. اه. وانت حبيبي. ايوه. بدون طبعا المصافحة والسلام مباشرة. اه السلام عن بعد. ويا ريت نطبق هذه الطريقة من الآن. يا رب وحتى فعلا. بعد انتهاء الفيروس. لأن هذه الطريقة مفيدة. طبعا. وواقية من نقل الإصابة بأي مكروه. بتتجنبنا كل الأمراض. بدلا من الملامسة والقبولات. المشهورة عندنا تشعب. تمام. ده كان بالنسبة للمبادرة. تمام يا فندم. الحقيقة أستاذة دكتورة نجوى، السؤال حضرتك عن كيفية قضاء وقت الحظر. فأنا شخصيا على المستوى الشخصي لم أعطي فرصة للشعور بالملل أو الضجر بتقسيم الوقت بين. حضرتك بقى قول لنا كده بتقضي يومك إزاي؟ يعني وتنصح يعني المواطنين بايه؟ دلوقتي الحقيقه بين هواياتي المفضله وهي القراءه، فقد قرات عشرات الكتب وفي جميع انواع المعرفه. وقديما قالوا خير صديق الزمان كتاب.
طبعا. والحقيقه يعني قرات بشتى انواع المعرفه من سياسه واقتصاد وعلوم اجتماعيه وعلوم هندسيه وفي الادب وادب الرحلات والروايات. الحقيقه قرات اكثر من 50 كتاب خلال مثلا 3 شهور اللي فاتوا دول. ما شاء الله. وهناك مقوله يعني ليا خاصه بي انا اللي بقولها يعني مش منقوله عن حد، بقول ايه؟ العلوم انهار تصب في بحر المعرفه. تمام. وبحر المعرفه يصب في محيط الايمان. ما شاء الله. يعني كل فعلا. ما كان الانسان يطلع ويقرا كتير كل ما ايمانه يقوى من الله سبحانه كل وتعالى. ما بيقرب من ربنا اكتر خصوصا في المعلومات او في خصوصا في المعلومات والعلوم المناخيه وعن كوكب الارض والمناخ والحاجات دي. تمام. والحقيقه يعني استغليت الوقت برضه فيما يفيد في الصيانات البسيطه بالمنزل والاتصال والسؤال على كل الاصدقاء. تمام. والمعارف. طب انا عايزه اعرف برضه من حضرتك اي فندم، عايزه اعرف من حضرتك ايجابيات وسلبيات كورونا من وجهه نظرك. ايجابيات وسلبيات كورونا من وجهه نظرك. بالنسبه لاستغلال وقت الحظر يعني؟ بالنسبه لاستغلال وقت الحظر يعني من بدايه الازمه، ايه هي سلبياتها من وجهه نظرك؟ هل مثلا بقى في نسبه بطاله؟ هل ان بعض الشركات اضطرت انها تخفض عدد العاملين؟ انها تقلل المرتبات؟ يعني عايزه اعرف السلبيات كورونا من وجهه نظرك والايجابيات. انت برضو حضرتك قلت الايجابيات القراءه، ان احنا نستغل الوقت في ان احنا ممكن نثقف نفسنا يعني نستغله في هوايات احنا بنحبها. في نقاط كده حضرتك يعني تقول لي بس سلبيات وايجابيات كورونا. حضرتك هو ان شاء الله هو ان شاء الله كما جاء الوباء فجاه سيختفي فجاه، تاركا الذكريات بحلوها ومرها، وثمن الوباء من اضرار فله منافع قربتنا من بعضنا طبعا تليفونيا، وتعلمنا فلسفه واسلوب الوقايه المنزليه وخارج المنزل، ويعني استغلنا قيمه الوقت، عرفنا قيمه الوقت وان الوقت غالي جدا طبعا. والحكمه اللي بتقول الوقت كساد ان لم تقعه قطعك، وبالتالي عدم الاحساس بالملل بقضاء وقت ممتع داخل الاسره في المنزل، والاتصالات التليفونيه التي كانت شبه معدومه قبل ظهور الوباء، وان شاء الله سينتهي الوباء قريبا وترجع كل ايامنا الحلوه من جديد. فانا شخصيا شايف ان المنافع والمميزات لهذه يعني مش عايز اسميها كارثه ولا مصيبه، انا عايز اسميها يعني 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 اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. اختبار من ربنا يعني ونعمه بالله. موضوع كورونا ده انا شايف ان هو ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى يقيس ايمان الناس ويشوف مقدرة صبرهم على البلاءات دي. فانا شايف ان هي كلها ميزات. انا شخصيا على المستوى الشخصي والاسري استغليت وقتها كويس، وان شاء الله تزور قريبا باذن الله. ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك سياده العميد، نورتنا. شكرا لحضرتك. في رعايه الله. العفو. اشكرك العفو. يا فندم اشكرك. كل الشكر في رعايه الله. تقدم طبعا بالشكر لسيادة العميد رجب البنوبي على المداخلة الجميلة دي وعلى المعلومات القيمة، وأتقدم بالشكر لكل رجال القوات المسلحة المصرية ورجال الحرب الإلكترونية اللي قاموا بالتصدي لفيروس كورونا وقاموا بتطهير كل المنشآت العامة بالدولة وكل المنشآت الخاصة وعرضوا نفسهم للخطر، وده مش جديد على القوات المسلحة المصرية لأنهم مرابطين إلى يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى أمن مصر، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، واللي ربنا يأمنه ما تخافش عليه. فمصر بلد الأمن والأمان، مصر بلد الحب، مصر بلد مصر العراقة، الأصالة، التاريخ، كنوز ربنا كلها موجودة في أرض مصر. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال ربنا اجعلني على خزائن الأرض. مصر بلد مش عادية، مصر بلد ربنا سبحانه وتعالى تجلى فيها في جبل في جنوب سيناء، في جبل الطور في جنوب سيناء. مصر بلد مشي فيها نبي ومكث فيها نبي، مشي فيها سيدنا عيسى وامه ستنا مريم، مشي فيها سيدنا موسى عليه السلام، مكث فيه سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام. مصر بلد غير عاديه. يا جماعه في اكتر من سؤال يعني اتوجه ليا وناس كتير قالت لي لازم تتكلمي فيه.
الخلاف او الشجار اللي حصل ما بين، مش عايزه اقول ما بين مصر والكويت، هو طبعا كلنا عارفين ان في بعض الشخصيات من دوله الكويت، انا عايزه اقول انها شخصيات ماجوره، طلعت وتطاولت على مصر، وبالتالي حصل تراشق بين الالفاظ ورد عليها عدد كبير من الشعب المصري. انا عايزه اقول يا جماعه، اذا كان في فرد او اتنين او تلاته من دوله الكويت الشقيق اساءوا لمصر، فده مش الكويت كلها، مصر والكويت ايد واحده وهيفضلوا ايد واحده. واحنا مش ممكن نعاير الكويت ونقول لهم ان احنا حررناكم في يوم من الايام، هو ده قدر مصر. مصر بلد عريق وهي الشقيقه الكبرى وهي ام لكل المصريين ولكل العرب. اي حد هيحتاج مصر، زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال مسافه السكه، لو الكويت احتاجت مصر 1000 مره هنقف 1000 مره معاها. فاحنا مش ممكن ان احنا نعايركم بحاجه زي كده علشان خاطر شخص او اتنين او تلاته ماجورين طلعوا يقولوا كلمتين ملهمش اي قيمه علشان خاطر يشعلوا الفتنه. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. لكن أنا حبيت أقول يعني مقولة كده جميلة جدا أنا بحبها قوي قوي، لوصية الحجاج ابن يوسف الثقفي لطارق ابن عمر حين وصف العرب واتكلم عن مصر، قال له لو ولاك أمير المؤمنين على مصر، على أمر مصر، فعليك بالعدل، فهم قتلة الظلمة وهادم الأمم، وما أتى عليهم قادم بخير إلا التقموه كما تلتقم الأم أبنائها، وما أتى عليهم قادم بشر إلا أكلوه كما تأكل النار أجف الحطب، وهم أهل قوة وصبر وعزم وجلد وحمل، فلا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا والتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه، فاتقي غضبهم ولا تشعل نارا لا يطفئها إلا الخالقهم، فانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض، واتقي فيهم ثلاثة، أولا نسائهم فلا تقربهم بسوء، وإلا أكلوه كما تأكل الأسود فرائسها، اثنين أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك، فهم صخرة في جبل كبرياء الله تتحطم عليها أحلام أعداؤهم وأعداء الله. ده الحجاج ابن يوسف الثقفي حين وصف العرب ووصف مصر. مصر بلد كبير وعريق، بلد يعني أنا فخورة أن أنا مصرية، فخورة بجيش مصر، فخورة بالقوات المسلحة المصرية اللي حامية مصر وحامية كل الدول العربية، وفي عز الأزمة اللي احنا موجودين حاليا هتلاقيها موجودة في الحدود، في ليبيا موجودة بتحمينا، في كل حدود مصر القوات المسلحة موجودة وبتحمينا، وبتقدم كل يوم شهداء، رحمة الله على الشهداء، كل يوم بتقدم شهداء عشان نحفظ الأرض دي. مصر بلد فيها ثروات كبيرة، وفي عشان كده مطمع العين على مصر. ليه العين على مصر؟ لأنها كلها كنوز وكلها ثروة وكلها بترول وكلها غاز وكلها ذهب، في حاجات كتير جدا في مصر ومواد خام، حاجات لم تستغل، لو استغلت صح البلد دي هتبقى اغنى بلد في العالم، في العالم كله. علشان كده الارض عندك في مطمع، اللي فيه دايما مؤامره، المؤامره بتستهدف انها عايزه تشغلك، تخلي فيه فتنه داخليه، تخلي فيه توتر، تعمل لك مشكله صغيره ما بينك وبين اي دوله، تعمل لك توتر على الحدود، تستغل الفتنه الطائفيه، تعمل لك ارهاب في سيناء. ليه؟ علشان تشغلك، علشان هم هدفهم عايزين ياخدوا الثروات اللي عندك. لكن الحمد لله مصر بلد كبير وعريق، والقائدنا الحمد لله ذكي وفطن وعارف المؤامرة من زمان، واحنا كلنا بنتصدى ليها، ومش القوات المسلحة بس هم درع مصر، لا، ده القوات المسلحة وكل مواطن مصري هو درع للوطن، وهو جندي على أرض مصر وبيحمي مصر. ربنا يحفظ يا رب بلادنا، ويحفظ الشعب المصري، ويحفظ جيشنا العظيم العريق في كل مكان. وطبعا احنا لسه خارجين من شهر رمضان المبارك، واحنا في شهر شوال، شهر مبارك، وعايزه اتقدم بالشكر للقائمين على العمل الفني الرائع الجميل، مسلسل الاختيار. المسلسل ده يا جماعه لقى يعني صدى جميل جدا لدى كل الشرائح العمريه في الشعب المصري، ومن قبله كان فيلم الممر. أنا بتقدم بكل الشكر للقائمين على العمل، بيحكي قصة البطل العظيم أحمد منسي الأسطورة. أنا بطالب حاليا القائمين على الفن المصري، يا جماعة إحنا عايزين 1000 عمل زي الاختيار وزي الممر،
الصدى اللي انا شفته كصحفيه صدى غير عادي. ده معنى كده ده انت عندك نشء صغير، ده انت لو ربيته على الانتماء وعلى حب الوطن ده هيكسر الدنيا. يعني لسه الخير والبذره موجوده، طب ما تنميها وتكبرها. ليه بقى نسيب حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس اللي بتعتمد على القوى الناعمه وبتعتمد انها تخرب لك النشء وانها تعمل لك خلل في الاسره المصريه؟ لان الاسره المصريه هي نواه المجتمع، اذا فيها خلل يبقى في خلل في المجتمع كله، اللي تعمل لك مشاكل اسريه، اللي تخلي لك القيم، تهز لك القيم بتاعتك. الافلام اللي ظهرت خلال الفتره الاخيره اللي كانت سبب اساسي في انتشار العنف في الشارع المصري من بداية حين ميسرة وهي فوضى وخد من بعدك، السلوكيات الغريبة اللي احنا شفناها وما كانتش موجودة في المجتمع المصري نهائي، كان بيبقى معروف عن الحارات او عن الاماكن الشعبية ان هي دي الاماكن اللي فيها الرجالة، الناس المحترمة، الناس اللي بجد، الناس اللي بيحموك. دلوقتي تحولت ان الاماكن الشعبية هي اللي بتصدر الاجرام والعشوائية والبلطجة. ده كل ده تصدر لنا من ايه؟ تصدر لنا من الافلام الهابطه اللي هي عايزه تعمل فيك كده، اللي هي عايزاك تعيش في دوامه. انا يا جماعه يعني بطالب كل المجتمع المصري انه يتكاتف، انه يكون يد واحده خلال هذه الفتره في مواجهة فيروس كورونا. وزي ما قلت بتقدم بالشكر لكل القائمين على الأعمال الفنية الهادفة، وبطالبهم أنهم يعملوا أفلام زي كده ومسلسلات كتير علشان زيادة الوعي، لإحنا في الوقت ده إحنا محتاجين كده، لأن المؤامرة كبيرة يا جماعة. أنا سعيدة جدا أن أنا كنت معاكم النهاردة في حلقة من برنامج بين الناس، اتكلمنا في قضايا كتير جدا، قضايا مهمة وملفات شائكة. بدعي ربنا ان انا اكون قدمت لكم معلومه ولو صغيره، وان انا كنت ضيفه خفيفه على قلوبكم. انا سعيده ان انا كنت معاكم النهارده، واذكركم ونفسي بتقوى الله وبالدعاء سبحانه وتعالى. واحب ان انا اختم الحلقه بدعاء للتحصين، يا ريت يا جماعه تقولوه الصبح والمغرب، ده هيحميكم ويحمي اسرتكم ويحمي اموالكم. اللهم انت ربي لا اله الا انت، عليك توكلت وانت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.